ستيفن أمين، ذكريات كبيرة انطلقت من أواخر سنة 2002 سنة 2003، ما كان أول لقاء معنا وليد كمسؤول في النادي الإفريقي، معنا تعاملت معه تشريف عامين حتى نوفمبر 2005، معنا الله يرحمه معنا كان محب كبير تاع النادي الإفريقي، كان خاصة مهندس الصفقات الشريف، كان معروف بالانتخابات وكان معنا فريمون ما يوخرش في آخر كل موسم وفي بداية كل معنا الموسم الانتدابات. الشريف الله يرحمه يبدأ ديما حاضر في الانتدابات، ينزل بالثقل نتاعه، ياخذ كان قبل بعض المخاطر معنا الله يرحمه باش يبدا النادي الإفريقي في أحسن ظروف. النادي الإفريقي خسرت مسؤول كبير، محب كبير للنادي الإفريقي، متطوع كبير، نهار كل حاضر، نهار كل معناه ما عنده حتى إشكال، الوقت اللي عيطوا له النادي الإفريقي في الشريف كان ديما متجند ديما قابل، فكانت شخصية كبيرة معناها محب كبير للنادي الإفريقي. فماش أنكدوت بينك وبينك وبينه سيماه؟ فماش أنكدوت بينك وبينه؟ قداش؟ أنكدوت فماش بينك وبينه الحاجة تذكرها بينك وبين سي شريف الأمير؟ لا انكدوت لا، معناها مثلا نفكر وقت اللي الانتداب نتاع درامان تراوري، نفكر وقتها احنا ظروفنا الماديه ما مش ولا بد في النادي الافريقي متعودين، ولكن ما غير ديون وقتها. اما وقت اللي صار التفاوض وكلفت باعداد العقد وشفت وقتها لو مونتون وقتها دي ترانسفير على ليبوك سيتي كلكو شوز. دونك سي شريف قلت شو حاضرين، قال لي لا لا ان شاء الله قدرة ربي معناها وربي لازم يحلها، وكان الامر كذلك. هذه نفكرها من الحاجات نتاع سي شريف اللي معناها مغامر كان في الانتدابات. والله ربي يرحمه ان شاء الله. باهي نحكيو شويه سمير على الكونت نتاع اف تي اف ليتيج وين وصلت الامور تو. والله بون حتى البارح ما تعرف احنا نحسبوا بالاموال اللي نزلت بصفه معناها حقيقيه في الحساب، تعرف ان بالنسبه للتحويلات تستغرق بعض الوقت، او حتى ثم الناس تعمل ايداع نتاع صكوك، دونك لا تيلي كونفرساسيون توجور ان ديلي، مي حتى البارح عندنا قرابه 1,350,000 دينار، يعتبر مبلغ هام ومهم معناها في اثناء يوم عمل معنا جماهير النادي الافريقي، معناها كانت حق وقفه وقفه كبيره ياسر، تحيه كبيره للشبان اللي جندوا العملية هذه. مع العملية هذه بطبيعة الحال فما سي مهدي الغربي والولاني اللي معناها أشرف على هذه العملية وكان معناها متجند لها، ولكن فما شبان ناس ما تعرفهمش ناس ما تسميهمش، تسمي منهم هشام، تسمي منهم برشا من الناس أخرين، كانت واقفة كل يوم معناها يبتكروا أساليب جديدة، ولاو خلقوا نوع من المنافسة بين لي كور دو ميتي، كيما هنا فما مثلا بين المحامين والاطباء، كيما مثلا فما كارفو ما مش ما نسميش معناها بالنسبه للساحات معناها لا كون ديستريبيوشن على اساس تليفوني موبيل معناها ولا لا تليفوني توكور، معناها اليوم فما ولات مسابقه اش خلاها معناها ليفيرمون هذا ولا ماخذ سيت مش مينيكمون في تونس بالحق للامانه اللي نقولوها، ولكن على كامل تراب الجمهوريه حتى في الخارج الزيت فريمون معناها يعطيهم الصحه، معناها شباب خدم باهي سي ماهر. من عارف شفت النتيجه لازم تحسن اكثر، ولكن معناها ما كناش نتصوروا للامانه، ما كناش نتصوروا باش ناخذ قرابه 1,400,000 دينار في 12 يوم عمل. باهي سي ماهر، ما عارف شفت البلاغ نتاع الجامعه حطته عندها يمكن ساعه من توا في المبالغ الماليه، ما عارف شفته ساعه ولا مثلا 31 اكتوبر عند كوميسيون 300 مليون نتاع دفعه لروزيكي، 4 نوفمبر ابو بكر ديارا 1.5 مليار هو وكوليبالي، 30 نوفمبر 90,000 دولار نادي باماكو 270 مليون، 31 ديسمبر 93,000 يورو روزيكي كيف كيف، معناها اموال ضخمه في ظرف قصير جدا، نجموا نخلطوا للمبلغ هذا والا كيفاش بالضبط؟ والله يجب أقول لك عملنا شوية تقريبا 3 مليارات هذا، لكن مطلع على الوضعية المالية اللي نقول لك أنه اليوم من هنا حتى الأربع نوفمبر النادي الإفريقي يحتاج بخلاف الأموال اللي دخلناها، يعني اليوم دخلنا 1,350,000 دينار، استعملنا منه ما يقارب 870,000 دينار استعملوا معناها الحساب هذا، ومازلنا على الأقل 4 نوفمبر الجايين مش ما نرجعش الناس، ولكن هذا الواقع يلزمنا 1,200,000 و 1,300,000 دينار باش نوفاو حتى 4 نوفمبر 2019، ومن بعد عندنا مبالغ باش تجينا تاع روزيكي معناها هنا معناها نتاع فما 100,000 اورو توا، فما 93,000 اورو في ديسمبر، وعندنا اخر ديسمبر كذلك معناها الموضوع نتاع يو انتوس جا 1.5 مليار مليار ونص، وعندنا 2 مليار دولار اخرين معناها بين معناها عندنا حتى 4 نوفمبر يزمنا 1,200,000 دينار معناها 1,200,000،
ويلزمنا يمكن بين 4 نوفمبر حتى 31 ديسمبر يلزمنا نلموا ما يعادل 3.5 مليون. دخلتوا ولا سماه؟ دونك وضع معناها مجري، وضع كبير. سماه نقولوها بكل معناها جماهير نادي افريقيا ما تنجمش تتحمل معنى الحمل هذا وحدها. ان شاء الله معناها برشا ناس جديد تجند. نعرف احنا بيدنا ما نحبوش اللغه معناها الخشبيه، هم كبارات هم لا ما فيهاش هذه كبير وصغير، لانه الموضوع قبل يقولوا كبارات على مبالغ ماليه مقتول عليها. دخلتوا للمبلغ سماه ولا سماه؟ يعني نقولوا ناقصين 500,000 دينار، ناقصين 800,000 دينار، ناقصين هذا مقتول عليه وقت تنجم تكلم الكبارات. اما كي تحكي يا اخي ب 16,500,000 دينار، معناها المبالغ هذه ما يقدر عليها حد. وصلنا لمرحلة معناها متاع اختناق كلي معناها من الناحية المالية، وهذا بدون معناها ما نحكيوش على أجور اللاعبين، على لي شارج ديكسبلوتاسيون دو كلوب، معناها من هذاك بون مسؤول عليه المدير صحيح، ولكن لابد التجند يزيد أكثر. نجم نعطيك عدد، أنا اليوم اللي 7,500 هكاك فما مساهم في الحملة هذه، فما 5,400 دوناتور معناها هذوما اللي دفعوا فعليا. وتعرف لي دوناتور اللي يسبوا ولا الشيك فما يتلموا في اطار مجموعات ويقدموا المساهمه نتاعهم. معناها عندنا نقول ابري وصلنا 7,500 مساهم. نتصور في افريقيا احنا كي نعبيو المدارج كنا نعملوها بطريقه عاديه، هذه خاصه في اخر سنوات الترفيه كنا نعملوا 30,000 35,000. باهي سمير تسمع فيا ولا لا؟ دخلتوا المبلغ نتاع اللي حط اثنين جام في ولا مبلغ تقريبا 3 مليارات؟ وهل انه عندكم وعود من الكبار ولا لا نتاع النادي الافريقي باش يساهموا؟ حتى الى حد الان مازلنا ما شفناهمش. شو ما شفناهمش المبالغ؟ لا قلت لك هل عندكم زاد وعود من الكبارات نتاع النادي باش يساهموا ولا لا؟ خاصه نعرف انت مقرب من السيد فريد عباس، ما عرفش هل عندكم وعود منه من عندهم باش يساهموا في المبالغ هذه؟ ما نكذبش عليك، مقرب من الرؤساء الكل الحق، عندي علاقه طيبه معهم بدون تمييز. معناها سي فريد عباس بطبيعه حاله عند وعد باش يعاون. معناها اليوم فما سي حمادي اكثر واحد معناها كان حاضر على مستوى معناها التمويل، ولكن فما زاد مبالغ كبيره. معناها سي حموده بن عمار تحيه من بلدي كان مريض شويه ولازم قدره ربي هو بيدو يقوم، ولكن معناها مش الناس معناها حتى الناس هذوما ما نحملوهمش ما نجموا يحتملوه. معناها ما نجموش نطلبوا من سي حموده ولا من سي فريد باش يدفع 10 ملايين من الدينارات. معناها باش نكونوا جديين ونكونوا واقعيين في التعامل مع الوضع هذا. انا نقول لك الكبارات اللي باش يجي سي اون معناها سي اون فالور اجوتي بون هذاك، ولكن انا يبدو لي لازمها باش ما نعولوش وما نجريوش وراء سراب. معناها كما قلت لك 7,500 لازم ناخذ يمكن 15,000 20,000 كل واحد باللي نجم باش نوفروا على الاقل على الاقل على الاقل 7-8 ملايين دينار حتى 31 ديسمبر. سينو النادي الافريقي ونقولها بكل صدق النادي الافريقي في خطر. كما تجندنا حتى اليوم 7,500 مازلنا معملين مازلنا آملين انه عندنا امل انه الناس معناها باش تتحرك اكثر. اليوم صارت مبادره عن طريق المحامين، معناها اجتمعوا العديد من المحامين في نزل، وكانت المساهمات معناها ان شاء الله قدره ربي هي بيتها باش تدعم الحمله هذه. فما الاطباء كذلك معناها والعديد من الاطباء قاعدين يعملوا في اجتماعات نتاعهم، بعض باش تمشي اجتماعات بين الولايات وعلى مستوى المصحات. غالب معناها ولات اليوم ما نحبش نقول هذاك هو، يعني نحبوا النادي الافريقي ونعاونوه باللي ما نجموش. وكان ما الناس اللي تدعي انها تحب النادي الافريقي وتحبه كان في البلايس وتحبه كان وقت اللي في التيتروات، راه النادي الافريقي مش هذاك. النادي الافريقي راه صرخ كبير، النادي الافريقي لازم الناس تتجنبه ولازم الناس تاخذ معاه. الاخطاء هذه نعرفوا شكون وراها، ولكن اليوم تحديد الاسباب وتحديد المسؤولين على المساله هذه ماهيش باش تفيد. اليوم لابد نمضيو معناها القدام باش نوفروا ما يلزم. اليوم لما حال المبلغ هذا اللي الناس تقول لك ماهوش كبير ولكن يشجع، معناها ما نكذبوش يشجع. المبلغ هذا فما على الاقل 5-6 ملفات وقعت تسويتهم بالمبلغ هذا. المبلغ مهم معناها كي تسمعه، ولكن لا يكفي لتغطيه العجز الكلي. فما مساله مهمه جدا هي باش يكون عندها تاثير كبير على ربما على المبادره هذه، هو القرض اللي ان شاء الله معناها حسب اخر الاخبار انه ان شاء الله الاسبوع المقبل ينجم يكون متوفر. تريبيا دخل فيه على البنك من البنوك بسعي من سي حمادي بوشكير 5 مليارات. انا خمسه ان شاء الله 5 مليار دولار. واضح. يعطيك الصحه سي ميري السنوسي على كل هذه التفاصيل، بالتوفيق لكم ان شاء الله. ان شاء الله، ميرسي. نواصل في موضوع